ولذلك فلا ينبغي نتصور أنه في القرن الواحد في مجدد واحد. أي نعم، هذا ذكروا لما شرحوا الحديث، وهذه ناحية كثير مهمة. طيب لفظ الحديث يعني بدل لهذه الأمة دينها، ذلك من تمام الدين، بارك الله فيك. ها؟ يعني من هذا الباب، يعني مش من اللفظ اللفظ يعني. لا، لأنه هذا مثلا طريقة الجهاد في هذا الزمان، هل هي طريق جهاد في ذاك الزمان؟ طبعا لا. فإذا هل بده اليوم يجاهد بالوسائل الحديثة لازم يكون عنده فكر مجدد. وبخاصة أنه هذا التجديد يتعلق به كيف نقيم الصلاة في أثناء الحرب، لأن الإسلام كما نعلم جميعا ما هو يعني رهبانية منفصل عن الحياة تكامل. أيضا أستاذي أذكر أن بعض أهل العلم في شرح الحديث ذكروا أنه حرب من يعني هو ليس يقصد فيه الخرق، وإنما يعني جاء نكرة أو شيء من هذا فيشمل أكثر من واحد. هذا لابد منه، لأنه هو عم يقول كل 100 سنة، ما عم يقول بس مجدد واحد. نعم. فلازم يكون من بمعنى شمول. نعم. أكل طعامك أبرار، وصلت عليكم ملائكة، وأفطر عندكم الصائمون. تتمة الكلام في الشريط التالي.